الكرة ملعوبة من مسافة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ هنا كرة عرضية، ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. يلعب كرة على اليسار، قطع مسافة كبيرة بالكرة. تمرير تسديدة، نهاية 45 دقيقة أولى. شكر خاص للمهاجمين بعد التوصل إلى التسجيل قبل نهاية الشوط الأول. ثناء كذلك لأداء لاعبي خط الوسط، هم اللي يقدمونها. لنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. العراق يغير كل شيء في هذه المجموعة بهذا الهدف. كرة طولية إلى الأمام، خسر المواجهة أمام خصمه. كرة إلى الأمام، كاغاوا. لمسة بينية عرضية، يحاول لعب الكرة بالرأس. تدرج جميل بالكرة، إيصالها المنطقة بشكل جيد، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن موفقة. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، يلعب كرة طويلة على الطاير إلى خارج المرمى. هجمة تذكر بجودة الفريق.